تعالي، وين رايحة؟ تعالي. شنو هذا؟ هذا منصور مسكين. أنا قايل ريلك نهايته كذي. لا يبا، منصورو هذا جايب البط لمشروع الجديد، مشروع استيراد بطن الخارج. وين حاشة البطة؟ منصور يستورد بط؟ وينه وين البط؟ هو لا هو سلمة ولا سلمة هلا بط. المهم خلي عنك البط، هو وينه؟ هو نايم فوق. هذا نايم ما يشبع نوم. العالم تنام باليوم مرة مرتين، هذا 7-8. خاف هذا مسوي اشتراك بالنوم، أنا ما أدري. يا أختي الغالية، ريلك لازم يشتغل بدال هذا تشجخ بهالنوم. كاهو يشتغل؟ وين يشتغل؟ يا حبيبتي يا أخيتي، هذا قاعد يشتغل لط بفلوس دعم العمالة وهو نايم، المفروض يشتغل مثل الأوادم. والله أنا حاسة يا فنطاس إن منصور يوم من الأيام راح يصير شيء كبير. الله هاي دام هذه مشاريعه، خلف الله علينا وعليك. إيه قبل لا أنسى، هات هذه هدية لك. هدية؟ مشكور يا فنطاس. أقول روح خذ بطتك اللي خلتني أحوس في البيت. صباحك بالخير نسيبي. شنو أنت؟ قول صباح الله خير، قول مساء الخير. هالحزلة نايم؟ هذا ايش طاري عليك تسوي لي مشاريع من هالنوع هذه؟ بط ما بط. هي البط البط، انا عندي مشروع حق البط، بطرس بديره بط، بخلي في كل بيت بطه. انا اللي اعرفه ان في كل بيت انخله، لكن بطه اول مره اسمع صراحه. اقول شيل بطتك لا تتلف الاثاث علينا. لوسي، احنا ما لنا شغاله اسمها لوسي. لا البطه سميتها لوسي. بعد سميتها لوسي؟ اي لا خلف الله علينا، انا نفسي قامت تحوسي. لوسي كم هير. حلو نايمين ماخذين راحتهم. قم 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 قم. ايش تبي غيث؟ ايش تبي غيث؟ ايه اذا ما خليك تطلب الاغاثه انت وياه ماني ابو فيصل. قم انت ويلا قم قم. هلا هلا عمي. هلا اقعد. بس تبي تبوس يبا؟ هلا اقعد انت. هلا رفيجك داش عليك؟ شو منومكم لضهر العود؟ امس تاخرنا بالدوام وراحت علينا نومه. غرقان انت ببطل حلقك.